تفتح أثيوبيا باب أزمة جديدة في وادي النيل بإعلان وزير الري في أديس أبابا البدء بعمليات ملء سد النهضة. الخطوة التي تأجلت مرارا بعد أن وصلت أصداء الخلاف المصري السوداني من جهة والأثيوبي من جهة أخرى إلى أبواب البيت الأبيض، وكادت أن تطرح في مجلس الأمن لولا تدخل الاتحاد الإفريقي. جولة أتت بجولة مفاوضات أخرى حتى أعلنت القاهرة الوصول إلى طريق مسدود، فتقدمت الخرطوم للاتحاد الإفريقي بمسودة اتفاق قالت عنها إنها متوازنة وعادلة من غير تقديم تفاصيل. ماذا بعد؟ أكبر النار من مستصغر الشرر، وماء النيل الذي أطفأ سنوات الجوع وحاصرها عبر التاريخ أضحى يسحب المنطقة من أذنها نحو حلبة الصراع. بدأت إثيوبيا ملء السد، والأنهار لا تسير إلى الوراء. أكبر سد كهرمائي في العالم سيحصر خلال سنوات قليلة أكثر من 55 مليار متر مكعب من الماء، وهذا ما يعادل حصة القاهرة والخرطوم معا من أطول أنهار العالم. التنمية هي الهدف يردد كل طرف، بينما تركة صعبة تلوح في الأفق بعد القرار الإثيوبي. تقول القاهرة وأديس أبابا والخرطوم إن تجسير الخلافات لن يتم إلا بالتفاوض. مخاوف مصر التي رددتها دائما عن إصابة أمنها القومي في مقتل إن بدأت أديس أبابا ملء السد بلا اتفاق واضح يضبط الزمن. لكم نيلكم ولنا نيلنا، تقول إثيوبيا لترد القاهرة. هذا لا ينفع في الجغرافيا ولا يدعمه التاريخ. حضر المتحاورون مرارا وغابت النتيجة. شر مستطير يحذر منه الجميع إن لم يعد الأطراف إلى اتفاق يرضي البلاد التي يعبرها نهر النيل.